يا سلام يا حقنا غير انت بدك تقنعني انه في صبيه من ضيعه ام العراقي عطته لهذا الاخوه الدرويش ورده يا سلام يا حقنا ولك يا خي انت خذ مني وما تصدقش هذا الاخوه هيك خبرني وحتى كان هذا اساله هذا هو موجود حق عمي هيك قال يا عمي هذا بيكون عم يكذب عليكم هيك منشان تجوزوه توفير ماشي بالعافية يا عمي قلبك هيك تفضل واك يا عمي فيش وقت تفضل ضيعة بدها تروح يا عمي خير خي شوفي اجى لعندي هذا اللي بيشتري حليبات قال الصبح مرق على ام العناقيد لقى رجال عم تجمع بالساحة سألهم ليش مستنفرين قال طالعين على ام الخرز نبيدة عن بكرة ابيها بس الدعم بس ليش هيدي دواي وك يا خي ليش قال في شب من عنا متحركش وصبية من عندهم الله يبارك يا درويش عمي رسام عمي رسام هسه بتروح بتلف على اهل الضيعة كلياتهم بتوزع عليهم بتقول نلتقى بالساحة كلياتهم خليه يلحقوني يلا عمي حجر يلا 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 يل